ايه بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي arrested warrant، هبا فيني اطلع بركض يلعن. Yeah I confess father I confess cuz I've been living wrong. حيو الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم معاذ أو عستيكو، حلقة جديدة من لعبة ماي سمر كار. اليوم الحلقة إن شاء الله بهالحلقة اليوم رح نجرب اليا نصيب، ورقة اليا نصيب. هل يا نصيب تنباع عند السوبر ماركت؟ شو هاد تنباع عند السوبر ماركت ما بعرف. المهم إنه حنروح نجيبها هلا، وما بعرف، شفت انا على اليوتيوب انه اذا جبت ثلاث ارقام، مدري اربع ارقام، مدري كم رقم، يمكن ستة مدري سبعة، تقريبا اذا جبت ستة سبعة ارقام يعني تربح مبلغ يعني كويس، يعني كتير. فاليوم راح نجرب، ما بعرف ان شاء الله نفوز، اذا ما فزنا عادي يلا شو نسوي، تجربة. فحاليا هلا برول عند السوبر ماركت، ومن نفس الطريق بروح بحط النمر للسيارة. ما بعرف ليش بالحلقة الماضية بتذكروا، اذا بتتذكروا كان ما كان فيها نمر، ولهلا ما ساويتها. ف اليوم رح اساويها، وراح اشتري ورقة اليا نصيب. بس اول شي خلينا ناخذ شوية اكل. هات شوية اكل سكر، يلا بسم الله. في شي هون. طبعا قبل ما ابدا كمان باي شي، طبعا اول شيء ان شاء الله بهالحلقه راح احط لكم رابط التخزينه، ورابط تخزينه كثير طلبوها من المتابعين. فابشروا هاي الرابط ان شاء الله، اذا بعد هالحلقه راح اخلص التحميل وظبط المكان واحط لكم رابط مشان تقدروا تحملوا التخزينه. فبسم الله خلينا نروح لعند السوبر ماركت مشان نجيب الورقة اليا نصيب، ونختار ارقام ومدري شو. شفت انا عالنت شلون يعني شلون بتتساوى قبل ما بلش، مشان ما اتلبك وضيع وقت. يعني اوكي، خلينا نروح نوصل لعند السوبر ماركت وان شاء الله برجع لكم. يلا بسم الله. اوكي يا شباب وصلنا. طبعا في كمان صوت هالمره، في صوت غريب بالسياره. بوب بوب بوب، معناتها نفس المشكله من الراديتير. ليكون الراديتير عم يهرب وانا ما عرفان. طيب طفي السياره شوف، بدنا نشوف الراديتير. طيب خلينا ناخذ هاد، وهي ورقه اليا نصيب، نشتريها هلا. اشتريها يلا. اوكي طيب، الورقة اللي نصيب انه لازم تحط ست ارقام على كل واحدة من هدول الثلاث جداول، وعلى اساس انه لازم يطلع سبع ارقام صح مشان تفوز بمبلغ كبير، هيك شي مدري ستة مدري سبعة. فخلص خلينا نختار هلا عشوائي ان شاء الله نفوز. اوكي يا شباب، حطيت هدول الارقام عشوائيات يعني. يلا بنشتري حق ثلاثة بس. ها ثلاثة ثلاثة مدري شو، ثلاثة ام كي. طيب حطه بالسيارة، خلينا نروح ننمر، نركب اللوحات على السيارة على السريع. اوه نسيت شو اسمه، نسيت زيت الراديتير فوق جوا. طعجة السيارة كأنه مني هلا، هي طعجة مني. ان شاء الله بال 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 شو اسمه بالتخزينة ما راح يكون فيها هالضربات هي. نجرب. لا والله فيها ليش هيك. طيب رجع لشوف، خلينا نروح ننمره، نركب للوحات. يا حبيبي هذا مسكر. رجعني اشوف مسكر هاد، شايف ما في باركينج. يا لي هذا امتى بيفتح، معناتها خلاص بنمرها وبحط اللي شو اسمه
نمرها بعدين، بحط لها اللوحات بعدين. اوكي، طريقنا الى البيت هلا. يلا بسم الله، جبنا شو اسمه ورقة اليانصيب، وخلينا نجرب حظنا بركي كيف فزنا يعني. يلا بسم الله. اوكي وصلنا. اوي هاي الهلا هون غريبة يا اخي، ناخذ هذاك. ظهر عزق على حاله بعد ما بهدلته هذيك المرة، لما اللي ساعة عم بمشي بدون ما اركب شو اسمه. طيب ما في مشكلة، وصلنا. المهم سكر، مثل ما تكون شايفين رتبت شوي مشان التخزينة هيك، انه تلاقوا الاماكن. اما هون كله هون لا طلعوا ابدا، خلوه مسكر. هون ما في شي كالعادة، وهون في اثنين بس. كان بدي اشتري زيادة والله، ركبون هيك كله بس ما لهم فائدة يعني كتير. بشرب مي انا، ليه ساي والله نشرب مي، حموت من العطش يا حبيبي. هذا تعبان، واليوم السبت يعني، والسبت يعني وقت عرض الكروت شو اسمه يا نصيب. هذا هلا هون صاي، ما شلت المود انا، مود تبع استئجار المنزل. وكمان اكتبوا لي بتعليقات شلون هذا بدي اشيله، عرفت سببه بس شلون بدي اشيله. طيب هلا لازم نستنى تقريبا للساعة، ولا نسيت الساعة قديش، الساعة 10 يمكن. ايه لبعد الساعة 10 بيبدأ العرض. طب خلينا ننام بركي بتصير الساعة 10 ومنظبط الوضع. خلينا نجرب نام لشوف. اوكي الساعة 7، حلو حلو حلو، ممتاز ممتاز. بس قديش الساعة؟ الساعة 10 تقريبا. هلا لازم يبلش، هلا لازم يبلش العرض. وين ورقة يا نصيب؟ مالك افتح تلفزيون. اوكي لك ليش هيك؟ شو القصة؟ اوكي تمام. طيب حط 3-0-1. اوكي نشوف. اوكي طلعوا الارقام، طلعوا الارقام. اوكي طيب 6 ارقام لازم نجيب. ليه شوف وين الكرت، هات لنشوف. اوكي طيب انا شو جايب؟ 9 ما عندي، 9 9 9 حاطط 9، ما لي حاطط 9. طيب 16 16 16 كمان مو حاط 16، 19 19 حاط وحدة. اوكي 19 هون بالنص، 25 25 حاط وحدة هون. اوكي 27 27 27 مالي حاط 27 للأسف. 28 لخليك لي الحظ يا الله. 28 مالي حاط 28. 93 39 عفوا 93 39 39 كمان مرة. يعني كأنه جايب أنا 3 ارقام صح بس. طيب اذا انا جايب 3 ارقام صح دايما شو. طيب 3 ارقام قديش بيربح؟ ما بيربح شي يا واد. اذا جايب تحت الاربع ارقام لازم يجيب 4 ارقام مشان هون 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 المصاري، هون ما بعرف شو هاد، وهون عدد الكروت. لازم مثلا نجيب 6 ارقام، مدري هي زائد مدري ليش، يمكن هون الزائد هي بتربح. هدول 37 ألف 73 عفوا. جرب مرة تانية، إذا جبت 6 أرقام صح بجيب 6575، وإذا جبت 5 أرقام بربح 155 بس. هون 33. يلا بنجرب حاول مرة تانية. هاي كبة ما لها طعمة، ما عاد إلها طعمة، نجرب مرة تانية معناته. اوكي يا جماعة، وجبت ورقة تانية يا نصيب ليكا. جبت ارقام جديدة هالمرة، بنجرب حظنا مرة تانية بسم الله. ان شاء الله نفوز، ان شاء الله نفوز ولو بشوي. المهم يكون حظي يعني مدافش دفشة خفيفة. طيب انا استنى يصير الليل وبرجع لكم ان شاء الله. اوكي طيب خلينا نشوف مرة تانية.
3 0 1. اوكي يلا 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 بسم الله. شوف الارقام اللي معنا وين. طيب معنا 1 ما في 1، 1 كله 1 ما في 2 ما في 2، 18 ما في 18، 26 26 اوكي مرة، 34 34 مالي حاطيت، 35 مالي حاطيت، 38 مالي حاطيت، 39 اوكي حاط 39 مرتين، كمان ما فزنا. 100,000 هالمرة. طيب يمكن لازم تختار الأرقام يمكن نفسها، مو كلها يعني، كم واحد نفسه بكذا جدول مشان يعني كان يعني تفوز. ما زبطت معنا. Day two. اوكي يا شباب، هاي اليوم الثاني انا عم صور مشان نحاول يعني نفوز بهاي الورقة اليانصيب، بس لهلا ما كنا نفوز. طبعا هلا هسه اليوم الخميس، ما فينا نساوي شيء ابدا، بس هلا بعد خلينا نروح ننام اول شيء. بس خلينا نطفي شو اسمه الكهرباء بلا ما يطلع علينا فاتورة هون. مطفي، بس خلي صالون برا مطفي. ايه مطفي تمام، بس مو شايف شي. دقيقة لشوف كل شي تمام. هاي الضربة يا الله مضايقتني شوي. ويل الفان، المشكلة غريبة الفان لهلا ما اخدها. يلا مو مشكلة، تمام هذا المطلوب اصلا. خلينا نرجع نطفي الضوء، طفي الضوء. طبعا انت مثل ما قلت لكم التخزينه راح تكون يعني السياره مصلحه شوي، ما راح تكون هيك. سكر الباب، خلينا نروح ننام احسن شيء، عشان نروح نجيب ورقه يا نصيب جديده. نام لشوف. اوكي كأنه سمعت صوت الباب، ما بعرف كأنه سمعت صوت الباب، صوت شي باب عم ينفتح بدل ما يتسكر. المهم طيب خلينا اول شي اكلي ما فيش تمام. سيكارا معلم، لك لا سيكارا يا ورع. هلا بيتعبى بالشو اسمه بالغرفة. اذا قالوا لي شلون بدي اشيل هدول اللي عم يطلعون من حاله من الارض، اذا في طريقة قالوا لي اياها بالتعليقات. المهم طفي هاد وخلينا نمشي. ايه بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي arrested warrant مطلوب ليش انا مطلوب؟ شوفي معلم والله ما سويت شي. شباك دايلة لسكر الباب، شيل ايدك شوي. شوفي ليش؟ مشان شو؟ دايلة خلينا نطلع من باب. اهلين معلم، كمان تاني واقف على الباب. هبا فيني اطلع بركض. يلعن سلخني. طيب ما عرفت السبب. طيب انا حبس. تعجبكم كم يوم؟ 10 ايام. يا سلام انحبسنا بعدين. شو السبب؟ طيب شو بدي اسوي؟ بدي اطلع من هون. طيب ما اعطيكم 10,000 اللي ما يطلعوني. يا معلم وين هذا؟ شو الحالة هاي؟ ليش هيك انحبست انا؟ معقولة من الورقة اللي انا نصيب انه اشتريت مرتين مدري ثلاثة؟ والله نسيان كم واحد اشتريت، لانه انا عم صور يوم الثاني فما بعرف نسيان شو سويت. معقول عندي فاتورة كهرباء وتليفون ما دفعتها؟ شغل شوي نستلا. ما حلوة حياة السجن ابدا. طلعوني منهم. شلون بدي ادق الباب؟ فيني ادق الباب؟
طب بدي نوم، ما في نوم، خليني حط حرك بسرعة بركي بيتعب. اوكي اليوم التاسع، يوم السبت، بدي ضو معلم، بدي ضو. ويني انا؟ ايوه اوكي تمام، ما في حدا، والله ما في حدا. شو الحالة هاي اللي قاعد فيها انا؟ اي هون شباك في في السما مبينة. يا سلام، خلينا شو رايكم نلاقي لي شي طريقة على النت مشان نعمل سكيب. شو والله الحالة، شو بتطير، او الا خلينا نحفظها من هون ونرجع نطلع، نفوت نرجع نطلع هيك لحتى يصير الوقت، منجرب ليش لا. يلا بشوفكم بعدين بعد ما اخلص يعني. ما في غير حل واحد، انه ما اكل ولا اشرب. هو اصلا ما في اكل ولا اشرب يعني، فيمكن اذا متت بياخذوني لبرا، بصير يكون هربان من السجن هيك شي. خلاص نقم، معناته خلينا نستنى خلاص منموت. اوكي يا شباب، طولت والله، طولت الشغلة، فقلت لحالي شوف لك شي طريقة على النت انه شلون يعني، يعني هذا نتخطى هالشغلة، انه يعني والله بتطول 10 ايام، شو 10 ايام والله بتطول. فشفت على النت طريقة وعملت له اياها بيان يوم واحد، شوف مثل ما تكون شايفين بيان يوم واحد. فخلينا نستنى اليوم، ما بيأثر هذا اليوم، ما بيأثر، خلينا يعني نضيع وقت فيه. ايوه فتح الباب، جايبين لي اكل. ايوه والله جايبين لي اكل. شو هاد؟ تري، خبز. هاي كلها تري، هاي جايبين خبز وشوربة مدري شو وسلطة وحليب ودخان. الله حيو، بس ليش هيك ما عم يطلع، عم يرتفع الضغط تبعه؟ حطهم على الطاولة اللي اشوف. ايوه خلينا نقعد ناكل هون شوي، اخر يوم بالسجن. اي اي لا 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 لا، متت 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 متت، طولوا علينا اصلا بالاكل. طولوا علينا بالاكل، انا جيت لاكله. نشوف هلا وين احنا، نحن ما دمات من الجوع ومن العطش ومن كنت هيك حطيت انا اصلا، لو ما لقيت الطريقة. ويني انا؟ ايوه عند الكنيسة، اي سوبر ماركت. حلو 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 حلو، خلينا نروح. وات؟ شو القصة؟ لا شو بكون يا جماعة، والله متت من الجوع يعني. بعدين مرق يوم بيان يوم واحد، شو بكون، شو راح يأثر معكم هذا اليوم؟ ما بتملوا؟ شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ هيك الشرطة واقفين، فكرت والله خلص اليوم. يا ليل هذا الورع وين واقف؟ ده ده ده، شوف فيني فوت من هون، بخاف يضربني. لا ضربوني من ورا، سرحني من ورا الظاهر، رجعوني على السجن. لا طلعوني 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 طلعوني. وات؟ 10 ايام زيادة؟ تخرفت اللعبة ولا شو؟ لا راحوا راحوا الحمد لله. باد جاي طلع لي، مدري شو باد جاي. اوف اخيرا، دي انا نروح نفضي بشي شجرة. يلا معلم خلوص. اوكي الحمد لله، بس اي اخر ضربة بدي، ما بعرف بدي اعمل مشكلة. بدي اعمل مشكلة مشان للشرطة، بركي هيك اذا بلاقيهم شي يوم عند عند الطريق بس لخلوا واحدة وخالصة. السلام عليكم معلم. اوف اشتريها ولا لا؟ ما بعرف، يمكن هي السبب يمكن لا. احسن شيء استنى الباص. اهلين اهلين وسهلين، خلينا اكون نجيب لي شيء اكل بس مشان الطريق يعني.
خود حليب ونغذي حالنا بعد السجن يا معلم. يلا هات، السلام عليكم. خلينا نقعد نستنى شو اسمه احسن شي. هون شو مكتوب؟ شو هاد؟ ها اسماء المناطق، مدري شلون اي وين بوديك يعني. والله ما بعرف، والله ما بعرف. المهم خلينا نستنى. اي اجى اجى، كأنه سمعان صوته. اي اجى اجى. علي يا معلم، الله حيه لزمان. بتذكر اجيت لعنده وركبت معه اول مرة واول حلقة من ماي سمر كار. السلام عليكم معلم، شلونك شو اخبارك؟ هلا وسهلا. حطلك الساعة 20 هو. بوكس بليز. خلص حطيت بدك. يلا اتكل. يلا روح. ما في حدا، روح. تحرك ولا انت؟ ما كان يتحرك هالولد. شو بدك؟ ليش عم تطلع علي؟ شو بخ كأنه طولت هالحلقة، كأنه هيك شي. الحلقة صارت طويلة كأنه. أيوة أخيرا أخيرا. يلا هلا بنوقف عند شو كان اسمه، عند هذا تبع مصلح السيارات. نستنى واحد هذا اللي ببيع سيارة، ببيع بسوق سيارة خضراء هيك، بكون تلاقيه دائما مستعجل. بنوقفه، بس شلون نوقفه؟ يلا نسيان، يمكن لازم نعمله لايك. تذكر ايه ايه لايك. ليك ال ليك ال الفان وينه؟ التراك الشاحنة يا حبيبي. ليك وينه؟ وين زادت العم؟ هلا بنوقف عند مصلح سيارات، بنستنى تبع السيارة الخضراء، بنعمله لايك مشان يوقف يوصلنا على البيت. يلا وقف هون معلم، هاي الموقف هون تقريبا. ايه يلا وقف وقف. معليش معلم اتضايقت. قال الكاتب، قال انه ما مو مو داعي، ما في داعي تطلع عم تكبس امه للزر. يلا يعطيك العافية معلم، شكرا، السلام عليكم. شو بقى مبربر مو عجبك؟ شو البشر هذا؟ لا هذا ابو رالي. ها معلم، مرحبا شباب، شو في هوني؟ عم تستنوا. اوه صار ما كم صار ما يطلعوا علي. حلو، حدثوها اللعبة. ليش هي مديرها؟ وين اللايك؟ لك ما بدي سيجارة، بدي لايك. ايوه اي لايك. ايوه خلاص خلينا فاتحينه مشان لما يجي الزلمة نركب معه. اجا 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 معلم معلم، ويف ويف ويف. لك يا ورع، ليش ما وقف؟ يكون مو لايك نحط له. 2000 years later. كانوا اجا اجا اجا. طولت يا معلم. ويف ويف ويف. ايوه ايوه ايوه. بس 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 بس. اسف ما عاد قدرت استحمل. السلام عليكم، شلونك معلم؟ شو اخبارك؟ اخيرا يعني اخيرا انت وقفت. وقفت لي ساعة عم بستناك، لي ساعة. شوف الساعة انت شديدة الساعة. شوف شوف انت الساعة، الله يوفقك. الساعة 11 ونص فعلا، انا عم صور 11 ونص فعلا. اوكي يلا خدنا على البيت معلم، خدنا على البيت. علاق اجرتك ما في مشكلة، معلش ندخن هون، مندخن عادي. يلا انت عم تدخن كمان. ايه يلا خلينا نوصل على البيت. وصلنا على البيت. الله يوفقك. شو حمار
علقت السيارة، هذا اللي علقت السيارة. ما شاء الله عليك، والله عندك شوفيرة، شوفير مر انت. والحل والله انك غبي يا اخي. هنحاول يا بس 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 ويف ويف تحرك يا تحرك. طلعت لك اياها للسيارة، هاي عرفان تسوق. اوكي يا معلم، وصلنا وصلنا. الله خيو، بس 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 عندك 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 عندك. الله يوفق ابليسك، خرب بيته شو حمار، خرب بيته شو غبي. شو عم يصير؟ شو عم يصير بهالحلقة؟ لك لا، وصلني عند باب، عند البيت، عند البيت. و عمل لي حادث يحرق، استغفر الله العظيم. يحرق اخت الغباء تبعه. ليك وين رجعت؟ لي ساعة عم بستنى بس مشان اوصل على البيت، وليك وين وداني؟ اخ. والله حلقة غريبة هي، حلقة غريبة. خير الله. المهم يا شباب، على العموم لهم بتكون خلصت حلقتنا لليوم، الحلقة الغريبة هي. اتمنى الحلقة عجبتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. ان شاء الله تكون يعني بهالحلقة بكون حاطط لكم الرابط التخزينة. وبس، كان معكم اخوكم معاذ او عستيكو، والسلام عليكم.